السيدة السادة رؤساء بلدية إيجا ودائرة بوزقان، السيد مدير التربية، السادة المدراء التنفيذيين، رئيس المجلس الولائي، الشعب الولائي، السلطات المحلية والأسر الفورية ولجان القرى لدائرة بوزقان، السادة والسادة باسمه ومقامه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزور في اللوى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدي الوالي المحترم، سيدي رئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات الأمنية، زملاء أعضاء الهيئة التنفيذية، السيد المدير المحلي لوزارة الجمهورية، السادة أعضاء الأسرة التربوية، الأسرة الثورية، أيها الحضور الكريم، كل باسمه ومقامه، أود أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل لحضوركم معنا في احتفال افتتاح السنة الدراسية تحت إشراف سيد والي الولاية وسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي. إنه لجميل جدا أن نلتقي في هذه البلدية المضيافة وفي هذه المناظر الجميلة لنعطي سيد الوالي ليعطي إشارة انطلاق افتتاح الموسم الدراسي الذي سنستقبل فيه أكثر من 250 ألف تلميذ في هذه السنة، يؤطرهم ما يقرب من 27 ألف مؤطر، وهذه الثانوية الجميلة اخترناها لينطلق منها افتتاح سنة دراسية، بالرغم من أنها يعني جديدة، ولكن يعني هناك مجهودات جبارة لأن ينطلق السنة الدراسية منها. الخاص باسم كل سكان بلدة إيجا بالسيد الوالي ولاية تيزي وزو المحترم، بالسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي والوفد المرافق لهما، والسلطات الأمنية، نواب البرلمان بغرفته، المندوب المحلي، الوسيط الجمهور الجمهورية، المرصد الوطني للمجتمع المدني، رئيس دائرة بوزقان، الأسرة التربوية، أولياء تلاميذ، الأساتذة والتلاميذ، والحضور الكرام، ما ننسوش أصدقائنا الصحافة والعائلة الثورية. إننا اليوم فخورين باختيار السيد الوالي بلدية إيجا للإعلام الرسمي للدخول المدرسي لسنة 2023-2024، ومن هذا الصرع التربوي الجميل والذي يوفر لأبنائنا وبناتنا كل الظروف لنجاح في مشوارهم الدراسي. أتقدم بتشكراتنا الخالصة لسيد الوالي الذي وافق شخصيا على انتهاء الاشغال بهذه المؤسسة وتسهيلها بمناسبة الدخول المدرسي. هنيئا لنا ولكل سكان بلدية إيجا، أتمنى لكل أولادنا التوفيق ودراساتهم، والسلام عليكم. السادة والسادة
سنويه جديده في الاسبوع الاول من العام الدراسي ومن دخول المدرسه، ولكن مع هذا بفضل المجهودات الجباره للسلطات كلها على راس ياسين ولي الولايه تم باذن الله يعني اختتام تهيئه هذه المؤسسه لنعطي منها اشاره انطلاق. اذا ايها الزملاء، ايها الحضور الكريم، الاسره التربويه من اساتذه وموظفين من جميع الاسلاك والرتب، ابنائي وبناتي التلاميذ، باسمي وباسم الحضور الحاضرين معنا هنا ابارك لكم هذا الصرح الجميل الذي ستتلقون فيه دروسكم في هذه الجو الجميل وفي هذه المناظر الخلابه التي ربما تجعل منكم شعراء في دراستكم، وبالتالي شعراء، ولكن لا تنسوا المواد العلميه والتكنولوجيه، هذا من ناحيه. ناحيه اخرى اود ان اوصيكم بالمحافظه على هذا الصرح الجميل، لاننا تعودنا في بعض الاحيان من تلاميذ هذا العصر الكتابه على الجدران وعلى الطاولات. هذه الثانويه هي لكم ولاخوانكم الذين ياتون من بعدكم، وبالتالي حافظوا عليها لانفسكم وحافظوا عليها لاخوانكم الذين ياتون بعدكم. العام الدراسي هذا السنه سينطلق بدرس افتتاحي عنوانه اللحمه الوطنيه، وعندما يعني اذكر اللحمه الوطنيه اراها في يعني هؤلاء الامهات اللي يحملون العلم الوطني الذي يتمثل او هو رمز اللحمه الوطنيه بين الشعب الجزائري. اذا انا اود ان اتوجه بالشكر الجزيل لجمعيات اولياء التلاميذ الحاضره معنا ولجان القرى الحاضره معنا هنا، واشكرهم على مرافقتهم كلهم للتربيه او للمدرسه الجزائريه، وبفضل هذه المرافقه وبفضل مجهودات رجال ونساء التربيه والسلطات المحليه دائما الولايه تتربع على عرش النتائج الوطنيه، وهذا ما يجب ان نحافظ عليه بفضل مجهودات الاساتذه وكل الاداريين والتربويين، وبفضل مجهودات التلاميذ ومرافقه الاولياء الذين دائما اصرح واقول ان اولياء تيزي وزو، او دافع عن المقوله هذه لماذا تيزي وزو دائما تاتي، اقول ان اولياء تيزي وزو من منطلق انه لا استثمارنا الا في ابنائهم، هذه هو سر نجاحنا في تيزي وزو وسر تربع الولايه على العرش. اكتفي بهذا والسلام عليكم جميعا. Pour donner le coup d'envoi dans la rentrée scolaire 2023-2024 et inaugurer en même temps cet établissement du lycée à Aïdjar. Aujourd'hui, c'est un grand soulagement pour la population de Bouzguen, parce que c'est fini les navettes à Bouzguen. Pardon, c'est un grand soulagement pour la population d'Aïdjar. C'est fini les navettes à Esmis à Bouzguen, surtout durant la période hivernale, où on a bien déplacé à ce qu'on a la surcharge de grâce aussi. Et c'est un établissement commun qui permettra aussi d'avoir pour les enseignants des bonnes conditions de travail, pour les élèves une meilleure scolarisation, ce qui nous permettra d'avoir des bons résultats à la fin de l'année, et certainement aussi qui va nous permettre aussi d'avoir toujours. انطلاق السنة الدراسية 2023-2024 فليتفضل مشكورا. صباح الخير في الأول. اليوم أثناء الدخول المدرسي إشارة انطلاق الدخول المدرسي من بلدية إيجر، اليوم فيه التدشين الوظائف في المؤسسات اللي في ولايه تيزي وزو. ما يخفاش عليكم باللي ولايتنا فيها 668 ابتدائيه، 154 اكماليه، و74 ثانوي. تلاميذنا لهذه السنه يتعداوا ال 251 الف تلميذ. الشيء المميز لهذه السنه، اولا الحمد لله ان المستوى الثانوي ما بقاش مقتصر على المقرات عند العائلات قناعة أن التمدرس 59 ألف تروسو سكولار، اللي كذلك تم التكفل به على مستويين. المستوى الأول هو على مستوى البلديات، ورأس البلديات مشكورين على هذا الجهد، هذا مرة أخرى يأكدون الاهتمام تاعهم بالمدرسة وبالتمدرس.
فيه المجهود كذلك اللي يندار على مستوى ميزانية الولاية، وكذا المجهود اللي يندار على مستوى وزارة التضامن الوطني. إذن كل هذا الالتفاف اللي العام هذا سجلنا حقيقة، كل الناس كانت معنية، ما بقاش موضوع المدرسة يعني القطاع. الشيء اللي سجلته بارتياح وهو اهتمام أولا رؤساء البلديات بالموضوع، اهتمام أولياء التلاميذ وكل الساكنة والمجتمع المدني. الشيء اللي خلينا نأكدوا أن الدخول المدرسي أو التربية بصفة عامة على مستوى ولايتنا ما هيش قضية الأستاذ والتلميذ والمدرسة، وإنما هي قضية مجتمع اللي اليوم بارتياح كبير نسجلوا هذا الاهتمام البالغ اللي ألقيناه في وسط أولياء التلاميذ، المواطنين، الإداريين، القائمين على المؤسسات التربوية، وكذا المنتخبين والإداريين كل إقليم بمكانته. الميزة الثالثة لهذا السنة كذلك ربي وفقنا فيها أننا المنحة المدرسية اللي تعدات 66 ألف مستفيد كلها تم رصدها وصرفها للمعنيين. كذلك في سياق متصل اللي هو في باب التضامن، تضامن الأصول